لازم اعمل، كان لازم خبي رأيك. انت يا انا رح تحبس روبي وخايف تزعل منك كل العمر وما عود في امل انه ترجع لك. روبي عم قلك في حبس، تكون روبي هي اللي دفشت ساره قدام السياره، وحتى لو ما دفشتها قصد ممكن انا بدي امشي. لازم تكون حاضر لكل شيء بده يصير. عن جد بعتذر انا عم اسمح. خضتي كده ليه؟ لا وهتخلي عليه يعني، اصلا ما شفتكيش وانت خاشه. يا اختي ده انا بقى قصدي يعني ان كل واحد فيه اللي مكفيه وما هيعصي يشيل هم حد تاني. لا ما فيش يا زبيده، وعينيا بتقولي عدمك حلو، وبتقولي كمان ابي نفسي اقول لك وكله بتمن، ويعني الفلوس اللي على قلبها قد كده من ابوها واخوها ما تدفع منهم، وبعدين يعني اخوها ولا ابوها مش هيسيبوها، الموضوع في ايديه والطاقه تاخده 10. وهي يعني حبيبي مش الفلوس دي هي اللي مأجرين بيها الاوضه الحلوه دي اللي قاعدين فيها؟ واتب للعاملين في الشأن العام. الأسد في بيان عيد الجيش: الجيش السوري يواجه العصابات الإرهابية ويخوض معركة يتوقف عليها مصير الشعب السوري والأمة. تصاعد المعارك في حلب واشتباكات للمرة الأولى بين قوات النظام ومعارضين في حيي باب توما وباب شرقي المسيحيين في دمشق. خاص الام تي في: ما هي نماذج التقسيمات الإدارية الواردة في مشروع قانون الانتخابات لوزارة الداخلية؟ ولماذا عاد الحديث عن المحافظات الخمس القديمة؟ هذه العناوين وسواها نفصل في النشرة الثامنة، كونوا معنا. عشان كده خفوا ايديهم من علينا شوية. خطيبي مش هيوافق. بعد اذنك. يا هي كمان. اخيرا بقى. سامحيني. اتأخرت عليك. لكن غصب عني. انا كان في صراعات كتيرة قوي جوايا. أنا عمري ما قدرت أجرح أو أخون أي بني آدم، بس حسيت إن إحنا لو ما بقيناش لبعض كده هبقى أخون نفسي. أنا مش هسيبك يا رغاء، أنت حلمي، حلمي اللي لازم أحققه. مالك يا حبيبي؟ بحبك أوي. Thank you.